مشروع القرار الوارد في الوثيقة الشريط 2024 شريط 254 فليرفع يده رجاء. Those against. من يعارض مشروع القرار فليرفع يده رجاء. من يمتنع عن التصويت فليرفع يده رجاء. The result of the vote. نتيجة التصويت على النحو التالي: 14 صوتا مؤيدا وصوت ممتنع. أقر مشروع القرار بوصفه القرار 2728 لعام 2024. أود أن أشكر جميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكننا اليوم من اعتماد قرار طال انتظاره، قرار يطلب وقف إطلاق النار بغزة فورا من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر. 5 أشهر ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب، كل أشكال المعاناة. لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة، وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان.